هل انا كحد لسه حديث التخرج حد امتياز هل اخد كارنيه كنترول ادرس كارنيه كنترول ولا القناه كنترول ده المتخصصين الناس اللي مشيت شويه في الموفمنت ثيرابي الناس اللي عندها باك جراوند في الموفمنت اناليسيس اند ثيرابي كونسبتس. السلام عليكم ازيكم يا دكاتره الاخبار على حضراتكم الخير باذن الله تعالى. في سؤال كتير انا بتساله سواء كان من الشباب الصغير الامتياز او حتى من الناس الكبار، هل انا ممكن ادرس كارنيه كنترول؟ هل هيفيدني كارنيه كنترول في شيء ولا كارنيه كنترول ده للناس اللي هي اخذت تراك الموفمنت وعندها باك جراوند عن الموفمنت وبتانلايز الموفمنت وبتريت الموفمنت؟ اكشلي احنا كلنا بنعالج الموفمنت، احنا كفيزيكال ثيرابيست مش وظيفتنا ان احنا نبص على باثولوجي ده ديسك ده امبنجمنت ده ديجنريشن ونبدا نتريت بناء على هذا الباثولوجي. احنا ناس بنانلايز الموفمنت بسيستم احنا ماشيين عليه باطار احنا ماشيين عليه فريم ورك كامل اوكي، وبعد كده بنتريت الموفمنت. يبقى انلايز الموفمنت وتريت الموفمنت، عندنا موفمنت غلط اوكي، عندنا ما فيش كوردينيشن ما فيش هارموني اراوند سيجمنت معينه، السيجمنت دي بدا يبقى عليها حركه زياده، بدا يبقى عليها لود، بدات الموفمنت تتغير، الكنترول في البرين كوجنيتيفلي بدا يتغير، فاحنا محتاجين نرستور البروسيس دي كلها ونكسر الفيش سيركل دي على كل العناصر بتاعتها. الكلام ده بنحققه ازاي او بنعمله ازاي؟ الكلام ده محتاجين علشان نعمله عن طريق فريم ورك كامل سيستم كامل. يبقى احنا محتاجين يكون عندنا فريم ورك سيستم ماشيين عليه، السيستم ده له عناصر ومبني على ايفيدنس فاليد اند ريلايبل ومبني على كلينيكال ريزنج بروسيس، بالتالي اي بيشنت هنحطه هيخضع لهذا السيستم اوكي ونبدا نتعامل معاه. بالتالي الكلام ده مطلق، افضل بدايه انت ممكن تبداها هتبداها بالحاجه اللي هتنظم تفكيرك، الحاجه اللي هتخليك عارف انت بتعمل ايه وبتعمله ليه وبتعمله بناء على ايه. انت سمعت من البيشنت بتاعك او شفت اوبزرفيشن عارف ايه اللي بيحصل، وطريقه انتجريتد بتبدا تانلايز الكلام ده وهتوصله لايه، هتعمل معاه ايه سبيسيفيك وتيلر للبيشنت ده اوكي. طب لو انا اتعلمت حاجات بعد كده اقدر اضيفها للفريم ورك ده واقدر انتجريت صوره اكبر. ليه؟ لان انت عندك هيكل كامل، الهيكل ده السيستم كامل له عناصر، عناصر بتانلايز موفمنت وعناصر بتانلايز المسؤولين عن الموفمنت وعناصر بتانلايز مين الموفمنت ريستريكشنز اللي مسببين ريستريكشن موفمنت. اتعلم اي شيء وحطه جوه الهيكل ده، لكن ما يبقاش عندك الفريم ورك اطار وسيستم اوكي وتبدا تتعلم تكنيكس. انا مش ضد الكلام ده، تعلم اسسمنت تريتمنت باي طريقه متاحه لك اوكي، تيك ذا باث اوف ليست ريزيست المتاح ليك اعمل. لكن لو انت عندك الاوبشن انك تكون منظم من البدايه، انك يكون عندك باك جراوند ويكون عندك سيستم كامل ماشي بسيستم نظام اوكي، هتعلق عليه كل حاجه انت هتتعلمها. السيستم ده هو في حد ذاته كلينيكال ريزنج بروسيس كبيره وسيستم كبير بيترجم اي بيشنت بيدخل عليه، اي بيشنت بيدخل على السيستم ده بيترجمه ان في 1 2 3 انا بسمع منه كذا انتيك داتا انا باوبسيرف كذا انا هعمل له كذا هروح اعمل كذا بترجم كل ده. مفيش حاجه اسمها عندنا تيستنجز بنعملها ومش بنستخدمها، لا احنا عندنا تيستنجز وعندنا ليها سيلكشن كرايتيريا هتختلف مع كل بيشنت وهتختلف في نفس البيشنت بين السيشنز وهنترجمها في النهايه للريتريننج للتريتمنت. يبقى لو قدرت رجاء لو قدرت انت كحد لسه بادئ تاخد كورسات وتتعلم او تتعلم علاج طبيعي اوكي او انت حد كبير، لو قدرت في البدايه تبدا بان يكون عندك سيستم مبني على ايفيدنس اوكي بالاخص ان يكون مبني على لاست ابديتس في الموفمنت ثيرابي زي كارنيه كنترول زي البين نيورو ساينس اوكي، لما يكون عندك السيستم ده لو قدرت في البدايه يكون عندك السيستم ده والفريم ورك الكامل ده اللي تقدر تبني عليه بعد كده، الكلام ده هيديك ادفانتج وعارف ايه هتعمل مع كل بيشنت مبني على لوجيكال اند ساينتفك كلينيكال ريزنج بروسس. ده هيديك البيست ادفانتج، هيكون عندك ثقه، هيكون عندك كلينيكال سكيلز، هيكون عندك كلينيكال ريزنج سكيلز. البيشنت اللي انت بتتعامل معاهم هتختصر عليهم الوقت والمجهود، هتكون عارف مين اللي هيتحسن ومين اللي بيمثل لك تشالنج وفي النهايه هتحسن، هتقلل الكيرف اوف ريكرنسز وتكسر القاعده اللي موجوده ان معظم الماسكول سكيلتال بين اند فانكشنز هي ريكرنت بالاخص لما نيجي نتكلم عن الماسكول. هيديك مزايا كتيره جدا كلينيكلي وساينتفكلي وهيختصر عليك كتير. فيا ريت بقدر المستطاع ان احنا نفولو سيستم اي سيستم تختار. انا اللي يهمني ان انت ما تكونش بتتعلم حاجات فوق بعضها وبترصها مع كل بيشنت وانت مش عارف ليه والمين. رسالتي ليك انك يكون عندك سيستم كامل، سيستم قوي مبني على ايفيدنس بيس ريسيرش وهو بحد ذاته هو كلينيكال ريزنج بروسيس،
بتبنى عليه أي حاجة أنت هتعملها مع البيشنس بتوعك أو مع الكلاينتس بتوعك، وبتبنى عليه بعد كده أي حاجة أنت هتتعلمها. يعني بيقلو انك تنتجريت معاه اي حاجة انت هتعلمها بعد كده. الكلام ده تقدر تحققه مع كلينيكال كنترول، وبخبرتي مع اكتر من موفمنت ثيرابي كونسبت، البداية الافضل كموفمنت ثيرابي كونسبت هو كلينيكال كنترول. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة من دكتور محمود ابو عرفة بودكاست كلينيكال كنترول بودكاست. اراكم على الخير باذن الله تعالى في بودكاست اخر. انتم الله العطاء والجمال باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.